الزمالك هيقابل بطل تشاد في مباراة العودة ب13 لعيب بس. والله زي ما بقول لكم كده، ب13 لعيب بس، وده بسبب انضمام 4 لعيبة للمنتخب. وفي الصفقات الجديدة مش هتلعب غير من بداية الدور ال32، والناس اللي مشيت مقيدة في القائمة الافريقية، والاصابات اللي عند نادي الزمالك، و2 لعيبة تقريبا راحوا المنتخب الاولمبي. فالزمالك اللعيبة اللي متقيدة وجاهزة ان هي تلعب الماتش، مقيدة افريقيا وجاهزة ان هي تلعب الماتش، بالظبط 13 لاعب منهم حارسين مرمى، وده بسبب التخبط الاداري اللي في اتحاد الكورة. لعيبة الزمالك الدولية اللي هم 4 المنضمين للمنتخب كانوا في طريقهم لتدريبات نادي الزمالك النهاردة، فوجئوا بمسؤول المنتخب بيتصلوا بيهم وبيقولوا لهم اتفضلوا روحوا على معسكر المنتخب عشان نبدأ المعسكر. وطبعا لما امير مرتضى منصور عرف الموضوع تواصل مع مسؤول اتحاد الكورة وقال لهم انا عندي ماتش يوم 25، وازاي تاخدوا اللعيبة دلوقتي؟ فاتحاد الكرة الفهلاوي عشان يظبط الورق بتاعه قام باعت جواب لنادي الزمالك يطالب فيه استدعاء ال4 لعيبة. بعته امتى بقى؟ الساعة 12 بالليل، وده بسبب ان اتحاد الكرة عندنا على الله حكاية.